الحمد لله تم تكريمنا من قبل المجلس الجامعي الأيتم ملول إطار الصعود ديالنا القسم الوطني الأول. الصعود اللي ما جاش من هباء، يعني جاء بالخدمة وبالجهود الجبارة ديال اللاعبين، يعني أشبال نادي الصفوة للرجبي، وبجهود أيضا المجلس الجامعي الأيتم ملول. على كنشكروا اللي كنوجهوا ليه الشكر بالدعم ديالو الله مشروط لهذا النادي المبتغى إن شاء الله، هو الصعود للقسم الممتاز لمالا، وأيضا تمثيل مدينة الأيتم ملول في المحافل الدولية إن شاء الله وبحول الله. بالنسبة للتأهل ديالنا هو تأهل تاريخي، أول فريق كيمثل جهة تسماسة وكيمثل المناطق الجنوبية من 1956، من وهذه هي السنة ديال تأسيس الجامعة الملكية للركبي. الحمد لله الآن الفريق ما كما يقال ما تحتويش فقط على 12 لاعب، ولكن نحتوي أو يضم واحد المجموعة ديال 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 الترسانة ديال اللاعبين، سواء لي بنجاما لي بوسان لي مينيم لي كادي ميم لي جينيور لي سينيور في غارسون. وكنتمنى ان شاء الله المجالس المنتخبه تكون زعما تمد يد المساعده لهذ الوليدات، لحقاش الحمد لله الان الفريق جاب قوه وقد يعطي او يعطي اكثر في خلال الاطوار ديال السنه الجايه ان شاء الله مع اكبر مع الفرق الكبرى الوطنيه. اليوم المجلس الجماعي لأيتم ملول بدعوه من السيد الرئيس الدكتور هشام قيسوني كينظم واحد اللقاء مع فريق صفوه للركبي. هذا اللقاء اللي كي عنده جوج ديال الأوبجيكتيف، الأول هو أنه هذه عادة حميدة حنا ولفناها كنديروها مع الفرق اللي كاينة في التراب ديال مدينة أيتم ملول بوغ غاردي كونتاكت بيرمانون مع 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 الناس ديال هذا الفرق باش نعرفوا الأخبار ديالهم باش نعرفوا الصعوبات اللي كيواجهوها. وثانيا وهذا هو الأهم، حنا اليوم تلاقينا مع الفريق باش نهنئوهم على النتائج الإيجابية اللي جابوها لكونهم تأهلوا للقسم الوطني الأول. دونك حنا أصرينا بدعوة من الرئيس أننا نتلاقاو بهم ونهنئوهم ونشجعوهم وتعاود الجماعة بهذه المناسبة تعبر على الدعم اللامشروط ديالها لجميع الرياضات اللي كيقوموا بها جميع الجمعيات وجميع الفرق اللي كاينة بالمدينة. اليوم في مدينة أيتم ملول كان اليوم التكريم ديال الفريق ديال المدينة، الفريق ديال الركبي اللي صعد القسم الوطني يعني الأول، وحنا جد فخورين كمدبرين للشأن المحلي باش هذا الفريق رفع الاسم ديال المدينه، وحنا جد سعداء اليوم. هذا ما تيزيدنا غير باش نزيدوا الدعم ديالنا لهذا الفريق وللرياضه في المدينه، ونبذلوا مجهود كبير باش نحدثوا العديد من المرافق والملاعب الرياضيه اللي تليق يعني بهذه الفرق الحقيقه اللي قويه في المدينه. اذا حنا خصنا نكونوا يعني عند حسن الظن ديالهم ونحاولوا نوجدوا لهم مرافق رياضيه في اقرب وقت ممكن.